شفيك على البعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة وما شفتك على البعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة وزعيني خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران زعيني خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران يا ما شفتك سادات وأنساتي بلدي انا هتكلم كده بالبلدي يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي انا هتكلم كده بالبلدي بقى بالبلد احنا يا جدعان صورتنا صورت جدعان بقى بالبلد احنا يا جدعان صورتنا صورت جدعان جدعان صم في عز العمر جدعان صم في عز العمر قاسوا تابوا شربوا المر لكن قد ما تعبوا كتير حققوا نصر ومجد كبير وده كله بعزم وتدبير وده كله بعزم وتدبير ابو خالد ان شاء الله اتمنى لك فريق الماتش الجاي ان شاء الله ان شاء الله نفوز عندنا احنا الماتش النهارده برضه الساعه 6:30 6:30 اه اتمنى لك التوفيق ان شاء الله شكرا.
امبارح كسبناه بسهوله، بس ماتش النهارده بقى كان فيه شويه حاجات كنا المفروض نبقى احسن، احنا كنا احسن منهم بس هم فرق سرعتهم بس، بس كسبنا يعني خسرنا بشرف النهارده. يعني هم كانوا اسرع مننا، السرعه يعني كانت نقطه كويسه عندهم، وكان الشوط بتاعهم جامد وكانوا بيرقصوا يعني، بس احنا كنا لعبنا حلو بس يعني ما شاء الله على اجسامهم. اسمي احمد طلعت، اقول لي ايه وانا من اسكندريه من مصر، و يعني احنا كنا بنلعب احسن بكتير، بس هو يعني التحكيم كان ظلم شويه. الشمس كانت انا اسمي محمود طلعت. تلعب ايه في الفريق؟ بلعب جون. احنا لعبنا كويس النهارده، بس الحكم كان تحيز شويه. طيب شكرا. مصر وخسرنا النهارده عشان الحكم طبعا اول مره يلعب كوره. بلعب ليبرو اخير. هو حريك والله، كنا النهارده بنلعب حلو، الفريق اللي قدامنا برده كان فريق كويس، بس هو التحكيم كان ظالم شويه، كان الحكم متحيز له. هو في كابتن فريق سبورتنج، وامبارح احنا كسبنا الحمد لله 4-2 بفضل فريقنا كله النهارده وفضل ربنا طبعا النهارده، لكن النهارده ربنا ما وفقناش، بس عملنا اللي علينا اكتر، ان شاء الله نكسب الماتش الجاي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام سرور، مدرب فريق 12 سنه سبورتنج. الحمد لله احنا وصلنا اول امبارح، وكان امبارح اول ماتش في الدوري اللي احنا بنلعبها، نلعب مع 8 فرق، 4 متقسمين على مجموعتين. امبارح كان عندنا ماتش مع فريق بلو، فالحمد لله رب العالمين ربنا كسبنا 4-2. النهارده للاسف كان عندنا ماتش من قيمه نص ساعه، وخسرنا بظروف غير في ايدينا. حكام ما اعرفش ليه بيعملونا كده، الكلام كله بيبقى علينا، الصفاره كلها علينا، حتى اللاين مان في اوفسايد جيم كتير جدا. النهارده الجونين اللي دخلوا واحد منهم كان على الخط ما دخلش خالص، اتحسب، واللاين مان اداه ضربه مرمى الحكم حسبها جون. الجون الثاني جون اوفسايد بحوالي 5-6 يارده ملعوبه. نشوف بقى الناحيه الثانيه، احنا علينا حوالي 5-6 كور اوفسايد وما اتحسبتش. برده مش حرمي العذر كله على الحكام، يمكن كان في شويه تاثير في اللعبه بتاعتي، انما ان شاء الله النهارده عندنا ماتش الساعه 5 وبنلعب عشان نطلع ثاني مجموعه، ولو ربنا كرم والفرقه اللي لعبناها النهارده اتغلبت النهارده الساعه 5 برده في نفس التوقيت بتاعنا، هكون لنا سبب ان احنا نطلع اول ان شاء الرحمن. بحيث بالنسبه للمباراه امبارح، الحمد لله ربنا وفقنا فيها، لان اللعيبه التزموا بالتعليمات كويس جدا ونفذوها، وبالتالي ربنا كرمنا والحمد لله حققنا الفوز. وكنا نتمنى ان يبقى نفس الشعور بتاع امبارح هو النهارده، لكن حقيقي اللعيبه ادت اكتر من الواجب اللي عليها ونفذت تعليمات كويس جدا، لكن في بعض الاخطاء الصغيره جدا من اللعيبه، بالاضافه طبعا لاخطاء كبيره جدا في التحكيم احنا ذهلنا منها، مش متوقعين ان مستوى التحكيم بالمنظر يعني بالصوره ديت خالص يعني. فنتعشى من التحكيم يتحسن بعد كده، والحمد لله ان احنا لسه ما خرجناش، قدامنا فرصه ثانيه بحيث ان احنا ممكن نلعب ان شاء الله لو كسبنا في المباراه التاليه على الاول والثاني، وان شاء الله نحقق نتيجه كويسه تأهلنا ان احنا نلعب على الاول والثاني ان شاء الله، وباذن الله نحقق البطوله من الكره المصريه، ان الكره المصريه كويسه جدا، وان شاء الله امريكا تتعرف على الكره المصريه من خلالنا، وباذن الله نكون سفراء كويسين للمصريين الموجودين في امريكا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد حياتي، بلعب هاف ليفت. النهارده كان يعني تحكيم وحش لدرجه جامده جدا، وبالتالي يعني كان مش عارفين خلاص نلعب، والجونين حتى اللي دخلوا ظلم، والحمد لله امبارح فزنا، بس النهارده يعني عملنا كويس، بس كان في شويه غلطات هي دي، وهي وكمان زاد التحكيم كان وحش جدا، فهو ده بس اللي ضيعنا وخسرنا يعني.
احنا النهارده لعبنا ماتش كويس جدا، هما كانوا اكبر منا بس توفيق ما كانش معانا، وكان التحكيم برده مش كويس قوي، وبرده كان في شويه اخطاء، بس يعني احنا هما كانوا الحكم بيحكم لهم جامد جدا، واحنا كنا في فرق يعني في فرق كبير، في كذا كوره المفروض مش اوف سايد واحسبها اوف سايد، فاولات، وحضرتك كمان في فرق في السن كبير قوي، وحتى يعني اللعيبه كانوا كل وعندنا ثلاثة ولا أربعة دلوقتي من الفريق مكسورين، عندهم كدمات جامده بيضربوا جامد قوي يا كابتن. بس ان شاء الله عندنا ماتش بوك النهارده بعد الظهر، ولو كسبنا نطلع السيمي فاينل، وامبارح لعبنا ماتش ربنا وفقنا كسبنا فيه، وان شاء الله باذن الله نطلع النهائي وناخد البطوله. دول حاجه كان بيحكم لهم، والنهارده لازم نكسب باي سكور عشان نطلع السيمي فاينل وناخد الدوري وناخد امريكان كاب. خضرة ومية وشمس عافية وقبة السما زرقاء مصفية، ونتايج سلم وحرية ومعالي فني ومدنية، خضرة ومية وشمس عافية وقبة السما زرقاء مصفية، خضرة ومية وشمس عافية وقبة السما زرقاء مصفية، ونتايج سلم وحرية على أشجارك ومدايق على أشجارك ومدايق صحيا الفجرية على أشجارك ندهى وأدان ومدايق صحيا الفجرية على أشرف نزهة وأدان بلادنا دي بلدنا مصر العربية صورة 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 منورها الإيمان على مدى بتشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا على مدى بتشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا على مدى بتشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا مدخن أي تألق حسدنا تحتها قلب كأن نعندنا مدخن أي تألق حسدنا تحتها قلب كأن نعندنا وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان حبان وحبان في بلدنا الصورة في أهم مكان قدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان وقدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان قدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن Thank you.
أغنى عليك بايك من أصغر بلاد جلاي من أصغر بلاد جلاي على زرع ودرس على زرع ودرس في جلاي كلنا هنا سرور الزمايل ممكن ننسى كنا عليك بايك كلنا هنا سرور الزمايل ممكن ننسى كنا عليك بايك من أصغر بلاد جداي من أصغر بلاد جداي على زرع ودرس على زرع ودرس في سنايل سنايل للفلاح ابو خير وجمايل للفلاح ابو خير وجمايل للواعي حافظ القران للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان 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 وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح لك تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من دهب أسود وناس بتكتيه بخضرة وكل لون له والله الحاجات ده كلام ده خطير قوي اكبرك ايه اللي حصل بقى يا سيدي والله قال لي انت طلعت تقول سبونسر لمين قلت له احنا سبونسر لاحمد قال لا انت سبونسر بتاعي انت بتوعي قلنا لا احنا بتوع احمد ملبسنا فانيلات ومهيئنا ومروقنا وبالليل هيودينا فين قال فين يا جدعان ده جابوه بتاع اللي بيقولوا عليه ده فقلت له تكبيرات زعل قال لي لا خلاص كده بتاع علاقتنا انقطعت وراح واخد الكيلوت بتاع قصدي خد البنطلون بتاعه وروح وجرى بس قلت له 150 200 هتشتري لك حاجه من هنا ها تشتري حاجه من هنا والله يعني كنت عايز اجيب حاجه لطارق ابراهيم من ده كنت عايز اجيب ده من استاري بس شاب ناس ولا لا anything fits مش لاقيين حاجه قول لي نروح محل تاني عايزين نروح محل تاني شنو دي لازم طب يلا ليه ماما تعالى اديكم محل جديد عشان لا مش جزم بس كده كده انا عندنا لا مش في شيء بص 40% كام ده 7 طن خلي بالك ده 7 طن والله العظيم خد حاجتك معايا روح هناك اشتري الشبشب شباشب خش على الشباشب كل واحد لازم يبقى له شبشب عشان بتخلص الماتش يا ابو حميد اشتريت ايه؟ مش انا لسه وريني اشتريت ايه؟ هو اللي اشتري واشتري ايه؟ انا اشتريت وايه رايك في الجزم وايه رايك في البلد؟ الجزم وايه رايك في المحل ده؟ الجزم حلوه بس لسه شفت واحده عجباني قوي عليها سيل وكده بس لسه بلف عليها فاشوف يعني انت هل انت مستمتع بالوقت هنا؟ بس عايزين لسه مول كبير قوي احنا لسه في اول حته يعني لسه حضرتك شايف كل ده يعني طب بالنسبه للاك هل انت تاكل بنظام وتاكل اكل جميل؟ لك الاكل حلو بس مش احلى من اكل مصر هل انت جعان دلوقتي الان والله العظيم يعني الواحد لسه خلاص جينا نفسه مفتوحه طيب هنا 20 محل من الاكل عملت ايه يا ريس 10 الا ربع عشرة الا ربع فين قدام الاوتيل وبعدين هتعمل ايه
وهبقى معاكم هتاكلوني تحت امركم مش عايزين تاكلوني مش مشكله اكلكم انا مش اي مشكله يا ابني نو بروبلم الاكل مش مشكله بعد الاكل أيوة لا لسه بعد الاكل ده نعمل لقمه حمام نطير الحمام نطير الحمام قول لي ايه واشتريته ليه؟ ايه اللي عجبك فيه؟ اخوات ولا ايه؟ انا وهو انت شباب اصله حلو بس اللي بعده لا معايا تاني مش اخوات ولا انا شريت شويه سيجاره الاثنين جنب بعض فين ساكن فين؟ وحش ساكن في اي حي؟ انا ساكنين جنب بعض في العجمي دي جيمز دي؟ اه وشريت كمان في العجمي وفي اسكندريه ايوه فين في اسكندريه؟ انا حبيته الحضرة لمين دي؟ انا مش طب انا جبت باربي كان لاختي طب اللي بعد لا لسه انا لسه بكام بكام؟ انا مش هتكلم الا انا شريت شربات ليا والاختك والمامتك والعائله حرفان ده تلاقي كل حاجاته اكل ليه؟ كلمهم عن الوقت واشتريت حرفان لمامتي تمام وري وري لا عيله عشان اللي شتت تدفينا حلوه دي بقى جزمه جزمه باتا دي ولا لمامته لمامته اه دي مامته حلوه حلوه قوي شكلها حلو صح خلاص بقى انا دي كلام هذا انا جبت دي لعبه اخويا وهي دي تالت تقريبا لعبه اخويا دي كانت عندي وانا صغير بس هي يعني باظت مني وجبت كمان وجبت ساعة لمامتي وجبت ساعة بس عظيم انا مش والله كابتن محسن علي هنا حرامية سلام اعمل ايه بقى الدنيا حكمة يا هو عنده حاجة مع قال له ريت ايه انا بس امبارح لا 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 انا اقول لهم كيف تفتحوا كيف تفتحوا تحت لعبة لعبة مين؟ مين؟ جبت برفانات الموس جوه مش عارف اطلعها وجلوف زيادة للبيسبول برافو كام؟ لعبتين لاخويا الصغير اه ده هيلعب بيهم من ورا اخويا الصغير وشرابات بس لسه هشتري ده انا عارفه مامتي والبابايا باي باي ده انا عارفه ده هيلعب ده يلعب اخوه من وراه ده انا عارفه اه هو جاي اشتري لعبه هو شاور قوي يا حمار من ذهب اسود تكفيه بخضرة وكل لون له الناس وأساتذة وعلماء ومعالي ودكاترة من الشعب العالي وأساتذة وعلماء ومعالي ودكاترة من الشعب العالي ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعاني وأساتذة وعلماء Thank you.
يا حبايبي بقولها من قلبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي صورتنا صورتنا ومحلاها صورتنا صورتنا ومحلاها بإطار التنظيم الشعبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي صورتنا صورتنا ومحلاها صورتنا صورتنا ومحلاها بإطار التنظيم الشعبي ناظر واحنا كلنا حواليه ناظر وعيون الدنيا عليه والنصر بيسعى إليه والشعب دليله وإلهامه ناظر واحنا كلنا حواليه ناظر وعيون الدنيا عليه ناظر والنصر بيسعى إليه ناظر والشعب دليله وإلهامه قربوا من فكره وأحلامه خلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره وأحلامه خلي عليكم كل كلامه الصورة طالبكم قدامه بلد شعبية قلتم إيه ناظر وإحنا كلنا حواليه ناظر 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 وعيون الدنيا عليه والنصر بيسعى إليه والشعب دليله وإلهامه قربوا من فكره وأحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره وأحلامه يلي عليكم كل كلامه الصورة طالبكم قدامه يا بلد شعبية قلتم إيه قلنا يا تعبنا قلوبنا أيامنا هت تقالينا هت قلنا يا زعيمنا قلوبنا هت أيامنا هت تقالينا هت في يوم الدم وهبنا الدم حنفهم الليالي ليه في يوم الدم وهبنا الدم حنفهم الليالي ليه قلنا يا زعيمنا قلوبنا هت أيامنا هت تقالينا هت في يوم الدم وهبنا الدم حنفهم الليالي ليه والصورة اتملت بالرواد مع ناصر وقفهم في البيت الصورة اتملت بالرواد مع ناصر وقفهم في البيت الشعب وطنه وزمن وعمل وأمل بطل أبو السجان الشعب وطنه وزمن وعمل وأمل بطل أبو السجان الشعب وطنه وزمن وعمل وأمل بطل أبو السجان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن طلعت الماتش ده لعبنا كويس قوي وكسبنا جاهد جاهد انا بعدي انا اسلام حسام عرفي كابتن فريق النادي سبورت منتخب مصر 12 سنه والنهارده لعبنا كويس جدا ودينا كل واجباتنا وان شاء الله الحمد لله ربنا ما خسرناش وكسبنا الحمد لله 8-1 شكرا انا كنت اقوى شويه
اسمي احمد مرسي الماضي، الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا 8-1، بس يعني برضه يعني هي دي مش فرقة جامدة قوي، مش يعني تبقى هي اللي احنا كسبناها جامد، المفروض نعمل كده في الفرق القوية. انا لاعب اسمه اسماعيل الصعيدي من اسكندرية في مصر. الحمد لله ربنا وفقنا النهارده في ماتش وكسبنا 8-1، وبقول هارد لوك للفريق اللي قدامنا ونلعب احسن في الماتشات التانية. لعبنا النهارده كويس قوي عشان كنا مركزين على الماتش بتاع النهارده الصبح، فعملنا الحمد لله يعني مكسب وفرق يعني. بس لا عندي. طب ايه طريقه اللعب النهارده اختلفت عن الماتشات اللي فاتت ازاي؟ يعني احنا خليناها خطه هجوميه عشان بحيث ان احنا ندخل جون اكتر، نعمل سكور كبير. طب تفتكر ده اللي هيحصل في الماتشات الجايه؟ حسب الفريق، لو فريق جامد هنعمل خطه دفاعيه، لو يعني مش قوي ممكن نعمل خطه هجوميه بقى. تمام تعالى. انا بسم الله الرحمن الرحيم حياتي. احنا دلوقتي النهارده لعبنا الحمد لله كويس وكسبنا الحمد لله 8-1، ده كان بفضل ربنا وكمان بفضل ناصر، يعني جاب جوان كتير وكنا بنلعب بخطه هجوميه وفضل الجمهور كله اللي جالنا شجعنا، يعني كلنا الحمد لله لعبنا رجاله وكنا قادرين يعني. واصلا الجول اللي كان قافلهم كان شريف الصد لانه اصلا كان لعيب، فاحنا لما بنلاقي فرقه قويه بنلعبها بنلعب خطه يعني مش هجوميه، وانما دي كانت فرقه ضعيفه فلعبناها خطه هجوميه. Beautiful. What do you like about this game, soccer ball? You like it? Do you like the Egyptian team? He was playing very well today, right? انت ايه جبت القصب ده منين؟ جبت منين القصب اللي في ايدك ده؟ Where you get this one from? طب انت اسمك ايه؟ اسمك ايه بالكامل؟ راني. راني ايه؟ راني جمال عبدي. ايوه كان انت هنا بتعمل ايه؟ قول انت هنا بتجي ليه؟ Why you came here today? Because I want to play. You want to play soccer? And you watch the Egyptian team? Do you like them? Are you gonna be a soccer player? Good, very good. طب مندوب على الجماهير بقى، كلمنا كلمتين. أنا إيه رأيك في الفريق بتاعنا المصري الزائر؟ الحقيقة حاجة تشرف جدا، الحمد لله يعني شباب زي الورد وشرفونا وجم من آخر الدنيا من اسكندرية من نادي سبورتنج، بنحييهم وفعلا ردوا فينا الروح واتفرجنا عليهم، واحنا جينا لهم برضو من آخر الدنيا عشان نشجعهم. فريق كان يفرح ويشجع وعيال زي الورد وهيكبروا وهيبقوا هو ده الفريق القومي، وبنوجه الكلمة دي للكابتن الجوهري. بس يا بت منى، ايوه منى كلوها جمبري النهارده. منى ومنى، ايه رايك في الجيم؟ مصريين مصريين، هم مصريين المصريين. شرفتونا يا رجاله. شرفتونا يا جماعه. ايه رايك في الجيم؟ كويسه. ايه رايك في الجيم؟ ايه رايك في الجيم؟ It was great. طبعا الفريق الحمد لله الفرقة كانت ماشية كويس جدا. ابدا تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرقة كانت ماشية كويس جدا جدا. بص لي هنا. ابص كده لك هنا ليا. كانت ماشيين كويس جدا جدا. بنقلوا كورة، بدأوا يتعلموا من أخطائهم بالذات الديفينس، بدأنا نتعلم من أخطائنا، بدأنا نحط الكورة في رجلينا، بدأنا يكون عندنا ثقة كويسة، بدأنا نشتغل على الجون، وفي النهاية دي اللي جابتنا المكسب النهاردة، وربنا يسهل بكرة إن شاء الله الرحمن يكون الصبح وبعد الظهر فتحت خير علينا وناخد الدورة إن شاء الله. أنت بتلعب عشان نجيب جول، يبقى قلت لك إيه؟ أمشي وألعب بالعرض زيهم. شوف يا كله جوان. هي واحده بس بنعمل ايه؟ بص لازم اطلع بص بصيه صح. اخلص يا بابا، ما خافش من الناس. جاب انت خايف ليه يا عم؟ شاطر شاطر. يلا خلي بالك، ركز على الماتش، ركز. ساعد يا ابن ال Let's go! Let's
شويه من فضلك، انت ما بتعرفش هتكمل ازاي. لم طب هاتي بنانا، ادي بنانا للكابتن، هاتي بنانا. احنا هنوديكوا لانش. القوة دي يا جماعة ولا ناصر خد تمم على حد ولا سعد خد عشان هنتمم عليك سقف ما تسقف يا اخوانا، سقف يا حبيبي. يا صورك يا حبيبي. كم دي بتاعتي؟ صحيح يلا بتاعتك. ايوه بتاعتك. طب ابتسم ابتسم يا ولد. I love it. Say, okay. Okay. You got it. One of them. Give me five for that. You're having a tough year this year. Yeah, man. Yeah, man. Yalla, let's. Oshkor, yalla, say thank you. Come here, let me. Another two coach. Perfect. Come here, let me. They're pretty much back on track. Congratulations, but they're still a little. Thanks for coming. Hope to see you again next year. Hello, Ahmed, up to America. We hope that you'll again join us next year. Hope you had fun and enjoyed our Eden Prairie. And we'll look forward to seeing you again real soon. We'll grab two more. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا احنا سعداء جدا ان احنا وصلنا النهارده للتوقيع. لعبنا 3 ماتشات 4 ماتشات كان شويه حظ في اخر ماتش. كنا نتمنى ان احنا نلعب على الفاينل النهارده لكن ما فيش نصيب. ان شاء الله نعوضها في بطوله اليو اس كاب. طبعا احنا سعداء جدا بالترحاب اللي احنا هنا مصريين. فعلا حاسين ان احنا لسه في اسكندريه، ما بعدناش عن اسكندريه خالص. وبتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي هتيجي معاك مكاننا السنه الجايه تكون احسن مننا وتعمل نتائج احسن. واتمنى لاولادي ان شاء الله مستوى احلى من كده في اليو اس كاب. وان شاء الله لو مع ربنا ما عوضناش في البطوله دي اكيد ربنا هيعوضنا في البطوله الجايه ان شاء الله. وبشكر كل المصريين الموجودين في منابلس كلهم فعلا اكننا موجودين في اسكندريه. شكرا. طب خش يا عم. انا مرحبا. اسمي احمد العظيم. الحمد لله يعني كل حاجه. احنا خسرنا الماتش ده بس خسرنا بشرف. احنا لعبنا كويس بس ما كانش في الحمد لله. وان شاء الله وعلى مركز كويس. فعلا كل المصريين اللي هنا جم شجعونا كده. وباذن الله في اليوسي كاب نطلع الاول ونسعد كل المصريين. اسمي محمود طلعت. لعبنا كويس بس خسرنا. اسمي محمد ناصر. احنا في الماتش ده لعبنا كويس وكنا جبنا جون وعملنا اللي علينا بس ما كانش فيه توفيق وخسرنا. وامالنا ان شاء الله في دوره يو اس اي كاب. انا بعد عرفي. اسمي اسلام حسام عرفي. انا النهارده الحمد لله لعبنا كويس ولعبنا اللي علينا وعملنا اللي علينا لكن ربنا ما وفقناش. وجون غالبا كانت وقعت من ايدي جون ودخلت. الحمد لله نركز ان شاء الله ونجيب بطولة يو اس اي كاب. انا اسمي احمد طلعت. النهارده لعبنا حلو بس ما كانش عندنا توفيق من عند ربنا. كانوا هم يعني ربنا موفقهم كانوا بيلعبوا حلو. ان شاء الله نعمل حاجه في يو اس اي كاب. انا احمد كرم. انا اصلا جاي اول واحد وقلت انا اسمي احمد كرم كردي. انا اسمي احمد كرم كردي. من طب بقول لك يا طارق انا جايبك عشان بتكلم بس يا اولاد مش عايز كلام. انا اسمي احمد كرم كردي. ربنا ما وفقناش في الماتش ده ولكن يا رب يوفقنا في يو اس اي كاب ونعمل مركز كويس. اسمي ادهم وانا بلعب هاف رايت. واحنا النهارده خسرنا عشان هم كانوا اقوى مننا واكبر مننا
اقوى اقوى قرب الماي واكبر مننا، لكن هنكسب بكره ان شاء الله في اليو اس كاب. مش اقوى في اللعبه. انا اسمي احمد بلوى، بلعب هجوم رايت. النهارده ربنا ما وفقناش، وان شاء الله ربنا يوفقنا في يو اس اي كاب ونعمل مركز كويس. انا اسمي محمد طلعت وبلعب هاف رايت. انا مش زعلان قوي على ان احنا خسرنا النهارده، عشان انا عارف ان هم اكترهم مزورين في شهاده الميلاد وسنهم من 16 ل 17 سنه، واحنا يعني عشان صغيرين، بس ان شاء الله هنعوضهم وهنكسبهم هم والفرقه اللي كسبتنا في يو اس كاب، وهنمهزقهم وهنصور زيهم. انا اسمي سعد محمد سعد، مركزي ديفندر. والنهارده ربنا ما وفقناش وعملناش مجهود كويس، عشان كده خسرنا، وهم كانوا فريق كويس يعني. النهارده كنا يعني كان هم اجسامهم ما شاء الله يعني اكبر مننا بكتير، ومزورين ناس 16 17 سنه، واحنا كلنا 12 و11. ربنا ما وفقش، شكرا. ان شاء الله نكسب في اليو اس كاب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تامر حياتي، بلعب مسك ليفت. يعني ربنا ما وفقناش في الماتش دوت، لان هم اصلا كان اجسامهم بدنيه احسن ولياقتهم احسن مننا، بس الحمد لله فوزنا كتير وربنا كان موفقنا، بس حظ بقى. وشغل بقى التورنمنت اللي كان احنا لعبنا كويس خالص، بس كان ناقصنا حاجة واحدة، اجسامنا البدنية. يعني احنا عندنا واحد في الفريق بس هو كده، يا ريتنا كنا كلنا زي. شكرا. فنش عشان هم اجسامهم كانت اكبر فعلا، بس احنا كنا بنلعب ارجل وبشرف، وخسرنا على الاقل بروح طيبة. شكرا. حرك النهارده ربنا ما وفقناش في الماتش، بس احنا ما اديناش الواجب اللي علينا، وهما كانت اجسامهم اجمل مننا، لكن ان شاء الله في اليو اس اي كاب نغلب ونحقق مركز كويس. شكرا. انا اسلام مراد، بلعب باك ليفت. والنهارده احنا ما كناش احمد خليك معايا واحد ما كناش كويسين قوي، وربنا ما وفقناش. هما بقى الواحد قد بابانا، مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد عباس، مدرب الفريق. يعني الحمد لله، طبعا الواحد مبسوط جدا ان هو بيشارك في بطوله زي ديت، طبعا بتعود بالمستوى العالي جدا على الاولاد، واحتكاك جيد جدا، واحنا مش هدفنا الدوره اللي احنا بنلعبها ديت، لكن هدفنا اليو اس اي كاب. فطبعا الدوره دي جت في توقيت غير مناسب بالمره، لان طبعا فرق التوقيت بالنسبه لامريكا عن اسكندريه وعن مصر صعب جدا للتاقلم، محتاج مش اقل من يومين ثلاثه، بالاضافه مجهود الماتشين في يوم واحد اثر على اللاعبين بالسلب بدرجه عاليه جدا، لان هي ما بتبانش في اول يوم ولكن بتبان بعد فتره، فانعكست النهارده ثالث يوم لينا فابتدت تبان. لكن حقيقي مستوى الفريق المقابل النهارده كان ممتاز جدا جدا جدا، واللاعبين بتاعتنا ادت على اعلى مستوى، لكن الارهاق كان ادى لقصور معين. نتعشى من ان هو باذن الله يتم التاقلم بسرعه للحصول على مستوى متقدم في دوره اليو اس اي كاب، عشان برضو زي ما قلنا قبل كده نشرف الكره المصريه ونعكس المستوى بتاعها في امريكا، وان شاء الله نشرف المصريين والجاليه المصريه اللي موجوده هنا، اللي حقيقي حقيقي مش متخيلين وقفتها معانا. ونتمنى ان المصريين على مستوى العالم يكونوا 1/10 من المصريين الموجودين في امريكا. شكرا. سهل لهم كده ويكسبوا ويرفعوا راسنا، لكن هم رافعين راسنا سواء كسبوا او لا، واحنا مبسوطين جدا ان احنا نشوفهم في بلدنا هنا. طب ان شاء الله. طب انت رايح فين دلوقتي؟ انا ان شاء الله ناخدهم على اللانش في اولد كانتري بوفيه. والناس كلهم كبار هناك حقيقه، طلع دينهم. اللي يحصل بقى. I'm a homie and I think the team did a very good job in their last game, but this game I think they were really tired because they just got to America. So maybe they didn't have enough energy. So I wish them a lot of good luck. And that's all. Wow, what is this? She's natural. Unbelievable. The whole family is from Abdullah. I'm Ahmed Hilmi, and I just want to say that team did pretty good, but I think they were tired. And I wish I were out there with them because I want to help them, but maybe next time or next year or something. And I wish them the best of luck. Thank you.
I am Muhammad. I am Muhammad Al-Khouli. The team did a very good job, but I think they didn't have so much energy. So next time, they'll have so much energy, so they will win the game. Mustafa. ايه رايك في اللي انت بتشغله ازاي؟ انت مستعد تقول اللي انت بتشجع الفرقه. تيتي ثاري دي تيتي ثاري دي. بلا 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 احضان بلا احضان يا سامي. بلا احضان يا سامي. لازم تيجي تصوروا الصور يا اخويا. طب ما تصورتش ليه؟ صوروا ازاي؟ بالكاميرا. صوروا بالكاميرا. لك يا باشا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. معلش نعملها بقى في ال تعال لنا قول لنا ايه اللي حصل في السيرمون. ليه بقى في ليه بقى؟ شوف ليه ده حته واحده عمرين الكلام ده في ليه والله؟ انا مستعد اغني. انا هتكلم انا هغني انا هغني انا هتكلم يا بنت الجزمة بعد مصر. استنى يلا ماشي في الطابور في الطابور في الطابور في الادميه. انا قول لي ايه اللي حصل في السيرموني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع رحيم ولا تخش الموضوع. انا هشام مراد. النهارده كنا في استاد عشان افتتاح يو اس اي كاب وجابي ليه عددنا كبيره وكنا كتير جدا. كان الملعب مردون ناس وبيلي ماشي في عربيه قد صبع الرجل وكان واقف فيها وبعد كده جه وحط الشعله وكل الجمهور بقى بالكاميرات. يلا يلا خلاص شكرا. وفاير ووركس وشكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد ناصر وكنت دلوقتي في افتتاح كاس عالم يو اس اي كاب واحيا هذا الحفل اللعيب اي بي تي بيلي وانا طبعا معي وكان راكب في عربيه تسوي لها كان مش مهم ولف بينا الملعب وانا كنت عايز اقول اغنيه. اتشي اما نمان فين المسرو بتاع زمان. اتشي اما نمان فين المسرو بتاع وانا بصوا لا والله كمان كانت ايام كانت ايام. اتشي اما نمان فين المسرو بتاع زمان. انا اسمي سعد محمد سعد. انا كنا في افتتاح كاس عالم يو اس اي كاب يعني مش عارف اكلم اسماعيل. اسماعيل عملت ايه؟ ارجع شويه كده ورا دي كمان انت كبير قوي يا اسماعيل. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي اسماعيل الصعيدي. انا حضرت افتتاح يو اس اي كاب بس كان افتتاح جميل جدا. كنا شايف شينا وكان في اللاعب بليه جاي يحيي الحفل اتصل بي شركه امبرو وكان حفل جميل. انا اسمي مارك سعد. انا اسمي مارك سعد. النهارده كان عندنا افتتاح اليو اس كاب كان في كده فرق كتير وكلنا اتصورنا ولعبنا مع بعض وجالنا بلاي هليكوبتر وبيقول انه كان في بلد تانية وجا 25 ساعة عشان يوصلنا في الميعاد ولف الملعب وناكب عربية اخر شياكة وحلاوة وكلنا يعني كنا بنحييه شكرا. السلام. ايوه اسمي خد الطاره اهو يا عبد السميع بقى يو اس اي كاب وكان في فرق كتير ولعبنا معاهم وتعرفنا عليهم وبيلي جابتر هليكوبتر وقال انه يعني فرحان قوي وكده وان شاء الله ربنا يوفقنا في البطوله ونعمل نتائج كويس. عشان ننقل المباراه الحامسه. انا اسمي ادهم واحنا باذن الله ان احنا النهارده دخلنا افتتاح الدوره كان افتتاح حلو جاب لي نزلوه على الملعب بالظبط في الطياره جوه الجون وباذن الله ناخد مركز في البطوله. خلاص لا كتاكيت بسم الله الرحمن الرحيم. محسن احمد بطيشه رئيس بعثه الفريق المصري نادي سبورتنج اسكندريه. انا سعيد جدا ان انا نجحت وجبت الفريق مينيسوتا. سعداء جدا بالجاليه المصريه اللي واخدانا بالاحضان على راي البرنامج اللي بالاحضان. سعيد جدا باحمد باشا العمده
سعيد بالناس كلها انها ملمومه حوالينا، لان احنا بنحس ان ده بيتنا التاني. النهارده احنا قاعدين في بيكنيك مع اخواننا الجاليه المصريه، وده احساس ظريف جدا بيشجعنا نيجي كل سنه. كان افتتاح الدوره النهارده هو افتتاح شبه محترفين الى اقصى درجه، مشترك في الدوره حوالي 15,000 واحد، يعني نقدر نقول ان دي اولمبياد مصغره. صورنا كل حاجة، وأنا عندي أمل كبير جدا أن تبقى دي بداية لنشاط مستمر ومنتظم سنوي مع ميناسوتا. أنا عندي أمل السنة الجاية أجيب فرقتين، وهنبتدي ننظمها من النهاردة مع أخونا طارق اللي هو كان ليه الفضل الأول أنه عرفنا مكان الطريق لميناسوتا. متشكرين لكل الناس، نخص الشكر برنامج بالأحضان وبناخده بالحضن، هو عنوانه جميل جدا. شكرا. الشيخ شاذلي رئيس الجمعية المصرية الأمريكية، النهاردة الجمعية مستضيفة الفريق المصري تحت 13 سنة، واحنا عامل لهم النهاردة بيكنيك على ليك مور بارك، ومحتفلين بيهم وهم منورين مينيسوتا. الفريق زي بيكون اعتقد من 18 لعيب كلهم تحت 18 تحت 13 سنة، ولعبوا بعض المباريات، جايين هنا يشتركوا في ايدن بريري تورنمنت وفي اليو اس كاب، ومشرفينا ومشرفين وجه مصر هنا. واحنا النهاردة سعداء جدا بلقائهم، وعلى يعني كنت احب ان نشوف معظم الجالية هنا معانا بتحتفل بيهم معانا. احنا عاملين هنا بيكنيك كده حاجة على الماشي بشوية التيم اند كيم فورورد، وشاركوا بمجهوداتهم اند الريسورسز بتاعتهم، وده كان راح كان مجهود جميل من الكوميونتي. نو اكسكيوز مي ان في ا لوت اوف نويز اراوند مي، بس ذا فايس بريزيدنت وي هافينج ا بول هير، اند اي ويش that more of the community will come and help us and share the good time we having here with the team. الفريق جاي من نادي سبورتينج، واول مره في تاريخ مصر الفريق تحت 13 سنه يطلع بره مصر ويمثل مصر في دوره امريكيه لكره القدم. باسم الجاليه بنشكر الاخ طارق ابراهيم على المجهودات الرائعه اللي قام بيها ان هو يجيب فريق مصري هنا تحت ال 13 لاول مره في تاريخ مصر يجيبهم هنا امريكا. فاحنا بنشكر الاخ طارق. ثانك يو فيري ماتش سير، it was great efforts and we support you as much as we could and thank you very much. السلام عليكم، انا طارق ابراهيم. وفكره الكوره بدات تقريبا من سنتين، كنت رحت اتفرجت على اليو اس كاب، وطبعا على طول بدات افكر في الفرق المصريه ازاي ان مفيش فريق مصري. بالصدفه البحته الواحد من منظمين الدوره بيشتغل معايا اير ترافيك كنترولر، فبيكلمني بيقول لي يا طارق يا ريت تجيب لنا فريق مصري. كنت انا في الوقت ده في مصر، فكلمت جوز اختي اللي هو الهيد كوتش للفريق كابتن فتحي حموده، قلت له ايه رايك يا كابتن فتحي؟ وسالت الكابتن فتحي حموده ايه رايك يا كابتن فتحي لو نجيب فريق في مصر؟ فاخذني على النادي، نادي سبورتنج طبعا من احسن ومن اعرق النوادي في مصر، ده حقيقي ده حقيقي. السادات لما كان بيروح يتمشى او يقعد في حته كويسه كان بينزل يروح نادي سبورتنج من غير حراسه. ده حينزله تحت ده شويه. ده 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 ما ده 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 الواقع يعني. فاللي حصل رحنا وطبعا اتفرجت على الفريق واتبسطت قوي، والولاد كانوا يعني حقيقي بيبذلوا مجهود وعندهم حماس. فبعت كل الاوراق اللازمه والفورم اللازمه عشان ندخل الفريق، ولكن لسوء الحظ كان الوقت ضيق فما قدرناش نعملها. السنه دي نزلت انا مصر تقريبا من 3 شهور وحاولت تاني، وقابلت الاستاذ محسن بطيشه واتكلمت معاه. تكبيرات. وفي الواقع يعني ما انا ما كنتش مصدق انها هتحصل.
ولكن طبعا بتوفيق الله وبمساهمة كل الناس اللي موجودة هنا حصلت وجبنا الولاد ولعبوا كويس قوي قوي قوي. وكل الفرق اللي اتفرجت عليهم في الدورة هم لعبوا دور، هم هيلعبوا دورتين، الدورة الأولانية بتاعت إيدن براري، وكل طبعا دخلوا سيمي فاينال. كل الناس كانت فاكرة يعني إن العيال الصغيرة دي بأجسام صغيرة دي مش هيعملوا حاجة، ولكن دخلوا ولعبوا أول ماتش كسبهم 4-2 وكسبوا 8-1 وخسروا في السيمي فاينال. ولكن لو تشوف انت فرق الاجسام وفرق القوه وفرق السرعه كبيره جدا، لكن فرق المهارات رهيب. ولادنا بيلعبوا كوره يعني عقولها كلها كوره، واتمنى طبعا يكونوا هما ساينتفكلي يعني في المدارس بنفس المستوى. احنا ان شاء الله الفريق هنا هيشرفنا لحد يوم 20، وفي خلال الفتره دي بنحاول هما هيلعبوا ماتشات طبعا 4 ماتشات جايين، وإن شاء الله يدخلهم الأدوار النهائية. وفي نفس الوقت هنحاول بقدر الإمكان إن إحنا ناخد الولاد ونوريهم يعني جزء من الكالتشر وجزء من الفن اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا أنا بسأل الأستاذ باشمهندس محسن بطيشة قدامكم كلكم إن هو يعني يوعدني إن هو هيبذل مجهود بإن دي ما تبقاش آخر مرة وتبقى دي حقيقي الستارت. تقدر توعدني؟ لا انا بوعدك اني جاي ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وطبعا دي حاجه تشرفنا قوي 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 ان 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 اولادنا ونادينا، وبالاخص انا اصل انا متحيز قوي لاسكندريه يا جماعه، معلش ان اسكندريه تبقى هنا وفريقنا يبقى هنا. ثانك الله وبركاته. مدرسه الكوره ابتدت في نادي سبورتنج من حوالي 4 سنين، ويشرفني ان انا كنت المدير الفني لها. ابتدت على مستوى فكر عالي وعلم. ابتدت مدرسة الكرة من سن 6 سنوات ل 13 سنة، كلها مقسمة لمراحل سنية مختلفة. كل سن بيتعمل له شغل خاص بيه. بالنسبة لسن 6 سنوات ل 10 سنوات هو عبارة عن مرحلة تعليمية بالنسبة للولد الصغير، تعليمية بياخد المهارات الأساسية بالنسبة للكورة، إزاي باصي، إزاي يوقف الكورة، إزاي يلعب كرة بالهيد، كل الحاجات دي مهارات أساسية بيتحاول ننميها في المراحل السنية المتقدمة. بعد ذلك من سن 11 سنة ل 13 سنة عبارة عن تعليم خططي بالنسبة لخطط اللعب والمهارات الأساسية، بالإضافة إلى المهارات المركبة ونظم اللعب. فمدرسة الكرة في نادي سبورتنج مدرسة متقدمة، والفريق اللي هو السنة دي اللي هو جاي أمريكا ده فريق متقدم، واخد بطولة اسكندرية على مستوى الأندية والفرق بتاعت الكرة الكبيرة في اسكندرية زي نادي الاتحاد ونادي الكروم ونادي الأولمبي ونادي الترماي وأندية تانية في نفس المستوى. فمدرسة الكرة في نادي سبورتنج بتضم نخبة من المدربين على مستوى فكر عالي، على مستوى تدريب عالي بدراسة وبلعب وخبرات كبيرة بالنسبة للولاد دي، بيدي لهم الخبرات دي. فمدرسة الكرة في نادي سبورتنج على مستوى عالي جدا من الكفاءة والمهارة، والأولاد كمان من مستواهم الفكري والعلمي عالي بما أنهم الإمكانيات كلها متوفرة لهم من علم وتغذية وكل حاجة يعني. وأشكركم. Go! محمد ناصر، بعد ما كسبنا الماتش ده تاني الشوط الاول مغلوبين 1، بس عزمتنا ان احنا بنمثل فريق مصر في كاس العالم. حاولنا نعمل اكتر ما يعني نعمله، وبضيع كوره وانا جبت الكورتين خدتهم، الحمد لله ربنا كرمني فيهم وكسبنا الماتش الحمد لله. كسبنا الماتش ده وفعلا ربنا كرمنا، لاننا كنا مغلوبين في الشوط الاول، بس في الشوط الثاني نزلنا كنا سخنين جدا لان احنا عارفين ان احنا بنلعب باسم مصر كده. بعد كده الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا الجونين في الشوط الثاني وكسبنا الماتش.
وهنشوف باذن الله الماتشات الجايه. بنلعب خط وسط شمال، والنهارده كان الماتش صعب قوي ضد فريق تكساس. هم جايين من اخر الدنيا زينا برده عشان يلعبوا وعايزين يكسبوا الدوري زي ما احنا عايزين. هم كانوا صعبين قوي ومهاراتهم عاليه زينا وكل سرعتهم فرقه برده. في الشوط الاول احنا كناش مظبوطين، هم كانوا كسبيننا 1-0. فهم يعني شكلهم كانوا متاكدين من نفسهم وكانوا بيجربوا، كانوا بينزلوا ويطلعوا في لعيبه. احنا ابتدينا نلعب كويس وعوضنا، بعدين لعيب محمد ناصر دخل لنا جونين، يعني تعب يعني ومجهود كبير، كنا بنحاول نكسبهم ربنا ستر. شكرا. بلعب خط وسط. النهارده لعبنا حلو، في الشوط الاول هم جابوا جون لان الخطوط بتاعتنا كانت مفتوحه، وكان يعني كنا يعني مش مظبوطين مع بعض. الشوط الثاني عملنا شويه تغييرات كده وقربنا وضغطنا عليهم، والحمد لله دخلنا جونين وكسبنا الماتش. عليك اسمي ادهم، بلعب باك رايت. النهارده كان الماتش صعب جدا، هم فرقه كبيره واكسامهم كبيره. كان احنا الشوط الاول كنا بنلعب وحش شويه، لكن الشوط الثاني بقينا كويسين واديت لنصر جول اسماعيل ده جون، ربنا وفقنا وكسبنا الماتش. النهارده الحمد لله كسبنا بس بعد تعب. انا كنت احتياطي والكابتن قال لي هتنزل، فلما قلت انا هنزل قلت هعمل اي احسن حاجه عندي، وهو ربنا وفقنا. بس انا كنت الاول بلعب اخير، في اخر الشوط الثاني طلعت خط وسط وعطيت له قلب عن الفرق. وبعد كده ربنا وفقنا، راح ناصر جايب جون اول. وبعد كده في الدقيقه يعني فاضل 5 دقيقتين في الدقيقه 13 ناصر جاب جون الثاني، وبعد كده دي ساعدتنا خالص. وبعد كده اعطتنا روح معنويه وكسبنا الماتش. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بحب احمد ربنا واشكره على ان احنا بعد ما عملنا واجباتنا وكله ادينا. انا الاول طبعا بشكر اداره النادي. انا اسمي اسلام حسام عرفي، كابتن الفريق، بلعب باك رايت. ادينا في الاول لعبت هجوم، بعد كده ادينا كويس جدا الحمد لله، ربنا كرمنا وما خذلناش ابدا الحمد لله، قدرنا نجيب التعادل والمكسب الحمد لله على كده. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمود طلعت. احنا في الشوط الاول كنا خسرانين، بس اتحمسنا في الشوط الثاني ولعبنا بدم. دخلنا الجون الاول في اخر 5 دقايق، دخلنا الجون الثاني فربنا حمده وبشكر الله وشكرا. بلعب هجوم رايت. النهارده الحمد لله ربنا وفقنا، مع اننا كنا خسرانين في الاول عوضنا وكسبنا. والنهارده الماتش كان مع تكساس، وان شاء الله نكسب الماتش الجاي. شوفي في اول شوط كنا وحشين جدا، بس في تاني الحمد لله في تاني شوط كان 1-0 ليهم، ولكن جبنا جون وتعادلنا، وبعدين جبنا جون تاني وكسبنا والحمد لله كسبنا، وان شاء الله هنكسب الماتشات الجايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد حياتي. النهارده ما لعبتش، بس كنت بتابع الماتش مع الفرقه والحمد لله لعبنا كويس. بس هي الكره يعني جت حظ كده ليهم، جابوها جون عن طريق فولو. بعديها في الشوط الثاني احنا طلعنا خسرين 1-0، في الشوط الثاني لعبنا احسن وخليناهم كله تقريبا الشوط الثاني الا 2-3 بس هم جابوها في ملعبنا، كلنا كنا في الملعب بتاعهم. بعدين جبنا التعادل، بعديها جبنا المكسب في الدقيقه 13 يعني في اخر الماتش. وبعديها يعني ما فيش هجمه كانت ليهم وهجمه لينا، خلص الماتش الحمد لله ان احنا كسبنا وان شاء الله نكسب. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على المكسب دوت. النهارده يمكن كان الشغل نفسي اكتر منه كان مهاري او كان بدني، وخصوصا ان احنا قبل ما نيجي الماتش عرفنا ان احنا هنلعب ربع ساعه، ودي كانت بالنسبه لنا نقطه مهمه جدا، لان اولادنا اتمرنوا ان هم يلعبوا 30 دقيقه و30 دقيقه، يعني نص ساعه ونص ساعه. فلما بنيجي نلاقي الماتشات ربع ساعه، طبعا بتفرق، بتدي حافز بدني كويس. واحنا بنسخن كان كل شغلنا مع الاولاد امبارح والنهارده شغل نفسي خالص، خصوصا ان احنا ما كانش في حظ امبارح وكنا مغلوبين. النهارده الحمد لله رب العالمين الاولاد بعد ما كانوا مغلوبين 1 بدانا نصلح اخطاء، بدانا ما نمسكش كوره كتير، يمكن هي دي من احد العيوب اللي فينا. بدانا نلعب كوره مره واحده، بدانا نلعب على الاخير بتاعهم، لان الاخير بتاعهم الكوره العاليه كلها مش بتاعتهم، يمكن الجونين اللي جم كلهم جم ان هو قلشه، وبدا ناصر يروح، بدانا نلعب ان اول واخد الراجل وادخل على
18 يحطها جون ياخد بلان. وده اللي عمله النصر الحمد لله النهارده، واللي عمله كل الفرق ان هم بداوا يروحوا مع النصر كلهم، وبدا كل فرقه تروح، بدا كل الولاد عارفين ان هم جايين يكسبوا، لان احنا اوريدي جايين على البطوله دي مش جايين على البطوله. نحمد ربنا سبحانه وتعالى، وبتمنى ان بكره وبعده ان شاء الله الرحمن مع الوجود المصري الكبير دوت برده يكون معانا، وان شاء الله الرحمن نكسب على اساس احنا بنلعب على ديفيجن اي او على المستوى اي. الحمد لله رب العالمين، اولاد النهارده كانوا فوق ممتاز، وبتمنى ان هم يفضلوا على كده على طول. شكرا. بيرلي لا لا What are you doing here? Watch soccer. Which team? مس. مين اللي غلب؟ مس. مس؟ Yeah. مبسوط ولا مش مبسوط؟ مبسوط. طب ما تبين لي كده مبسوط بتعمل ايه؟ طب مصر غلبت كام؟ What's the score? What's the score? واحد. 2-1. طب قول شكرا. السلام عليكم. والكلام ده للجهري، وانا بقول للجهري اللي احنا الولاد بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي اللاعب اسماعيل السعيدي، انا بلعب مركزي اخير. والله هو كان في فرق كبير ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، كان هم كنا عاملين دفاع مستميت لنا في فريقنا، لكن جاء جون كان هم بيعملوا فول كويس جدا ونتيجته جاء جون. في نفس الشوط الثاني لعيب اسلام مراد احيا الماتش، لان نزل سعد واحمد طلعت ساعدوه ونزلت اخير بدلهم، فبعدين جبنا الجونين، كان جونين كويس، واللي جابهم اللاعب محمد ناصر رقم 10. شكرا. هي 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 واتس جون اون واتس جون اون هاي بس هشوف الدكتور هنا. انا قلت لك اعمل انت بس اقرا انت طارق ابراهيم الليدر بتاع قائد الفريق المصري اللي شرفنا من مصر وبيلعب هنا. احنا النهارده كنا بنلعب اول ماتش في دوره اليو اس كاب، وكنا مغلوبين 1-0، وطبعا كنت في منتهى الضيق، ومع اول جون جه الحمد لله كنت فرحان جدا لدرجه ان انا نطيت في الهواء، تقريبا نطيت اعلى من اللي المفروض انط، فمزقت العضله الخلفيه في رجلي اليمين، واحنا دلوقتي في المركز الطبي في اليو اس كاب، وربنا يسهل وكل شيء يبقى تمام، يعني عشان عايزين طبعا نكمل، لسه في 4 ماتشات لحد ما ندخل للدور النهائي، والميديا هنا معانا وكابتن فتحي حموده اهو معانا، وربنا طبعا معانا فوق الجميع، ومصر هتكسب وتثبت وجودها، ولازم نيجي ان شاء الله نلعب المره الجايه. شكرا. طب فتحي بيقول لنا ايه اللي حصل بين الماتش الثاني الاولاني والثاني الثاني؟ دوره يو اس اي كاب هي الماتش الاولاني الربع ساعه الاولانيه كانت صفوف غير منتظمه، وكان الاولاد في رهبه شويه، ابتدت تنتظم الصفوف في الشوط الثاني والرهبه زالت، وابتدى اللعب على مستوى عالي وتوزيع اللعب على الملعب كله وتقفيل نص الملعب، وانتج من ذلك دخول هدفين في الشوط الثاني وكسبنا المباراه 2-1. العيال دول كانوا بيجروا العيال دول انا سايب شغل مع الوحش والحلو تعال استغلب كله الولاد في مصر، هم لسه الريتم البيولوجي بتاعهم ما تعدلش، وجودنا نكون موجودين 4 أيام أو 5 أيام لسه ما ادهمش فرصه ان هم يتاقلموا ما بين الليل والنهار. دلوقتي مثلا الساعه 1 المفروض تكون في مصر دلوقتي الساعه 12 بالليل، المفروض هم دلوقتي يكونوا نايمين. فاي ماتش لو حضرتك تفتكر اي ماتش الصبح الولاد بيبقوا وحشين جدا، لان الريتم البيولوجي بتاعهم بيكون واقع. اني واي الهزيمه النهارده طبعا احنا كنا شكلنا وحش، بس يمكن الهزيمه دي هتحطنا في مستوى يكون الليفل بتاعنا ان البطوله
من نظامها في ديفيجن A و B و C، فلما كانش لنا نصيب في A هنلعب في B، لناش في نصيب في B هنلعب في C، وتش اللي ان شاء الرحمن تكون مستوانا. وبرضو مهما كان الكل مستوى ده له الكاس وله المدرب بتاعته اللي برضو هنبدأ نشتغل عليها، وان شاء الله نكسبها ونرجع بكاس ان شاء الله. شكرا. احنا كلنا غلطنا ومحدش قدل عليه صح، كنا اغلبيتنا تعبانين عشان كنا مصابين كلنا من الماتش اللي فات، بس ربنا ما وفقناش، هما كانوا احسن وكانوا طبعا اهدى، كانوا داخلين ماتش بثقه، لكن احنا كنا مترددين شويه، هما كسبونا وان شاء الله نعوض في الماتش الجاي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي احمد القاضي، بلعب ماسك رايت، الحمد لله على كل حاجه، بس يعني خسرنا جامد قوي بس الحمد لله. لازم تتعلم ازاي يعني نتعامل مع الهزيمه، يعني اعرف اتعلم منها.